Salut mes amis, j'espère que vous allez tous bien. اليوم جيت لكم بتحليه كلاسيكيه قديمه ذات اصول المطبخ الفرنسي واللي تعرف ب كريم برولي. يعود اصلها للطاهي الملكي البرجوازي فرانسوا ماشلوت عام 1691. كما على بالنا هي تحتوي على العديد من العناصر الغذائيه القيمه كالبروتينات، نظرا لانها تتكون من صفر البيض والكريمه الطازجه والى اخره. نروح مباشرة لمقادير وطريقة التحضير. نحتاج 120 ملل حليب مع عطر الفانيليا لاغوم دو لافاني، انا كنت خدمتها في الدار، سينو دو بريفيرونس لاغوز دو فاني. نحتاج 4 صفار بيض مع 70 غرام من السكر سكر كريستاليزي. نحتاج 350 غرام كريم فريش. Dans une casserole, نبداو نديرو الحليب مع عطر الفانيليا ولا مع لاغوز دو فاني، نحطوهم على نار هاديه، خلوهم بلا عقل يغليو. اوتخ طون نبدا نوجد لا سويت، ندير 4 صفار بيض. انا هنا كنت ضعفت الحجم يعني الكمية، أنا نعطيت لكم كمية مصغرة يعني، ونزيدو عليهم لو سكر كريستاليزي، تقدرو تاني تزيدو لافاني أون بودغ. أون فا بلانشيغ بيان لي جون دو، كيما راكم تشوفو. À l'aide d'un fouet, bien sûr. On va mettre la crème fraîche. Comme je vous ai dit, je vais vous mettre dans le mizan. Je vais vous mettre le hajm. Je vais vous mettre le fouet. Je vais vous le fouet. Je vais le fouet. Je vais vous mettre le fouet. Carrément. نديرو 350 غرام دو لا كريم فريش، يعني لا كريم ليكيد. يعني انا درت هاد الكميه والنصف ديالها، تخرج لكم يعني كميه هائله. تقدروا ديروا الكميه اللي يعني نعطيها لكم، سينو فو دوبلي لا ريسيت. بالتدقيق نعود نغلقوها بإحكام ونخلوها في الثلاجة. نخلطو لا كريم فريش مع لي جون و لو سكر. انسويت نروحو نضربو طله على الحليب ديالنا، كي يغلي الحليب يكون هكاك سخون نرميوه فوق هاد لو ميلونج. لازم لا كريم فريش و لي جون دو لازم يتخلطو مليح كوم سوسي. خلطو مليح، انسويت نعاود نولي كيما قلت لكم الحليب، نستناه حتى يبدا يغلي. الحليب ما نسحقوش سخون، نسحقو يكون يغلي. نستناوه لبضع ثواني غير يغلي، نرميوه كاريمون فوق لو ميلونج هذاك.
هكذا راهو غلى لنا، نطفيو على الفرن ونحطوه فوق لي ميلونج. ونبداو نخلطوه غير بالعقل. في عملية التحريك حركوا غير بالعقل لهنا باش ما يخرجوا لكمش فقاعات غازية دوك لي بول داغ، ما نسحقوهمش لهنا. ونخلو لي ميلونج ديالنا نص ساعة حتى لساعة باش السكر هذا كيدوب بيان مع هاد لو ميلونج. اوتر طون جو بريبار مي رامكان اللي راح نحط فيهم او اللي راح نطيب فيهم لا كريم ديالنا. كيما راكم تشوفوا انا كنت عمرتهم هامليك، ونديروا عليهم الماء سخون نحطوهم هكا في السنيوه كيما راكم تشوفوا دون زان بلاطو هكا، ونديروا عليهم ماء سخون. تبعوني مليح لهنايا، كي نديروا عليهم ماء سخون نخلوهم لمده 35 دقيقه، ولا درتو ما بارد 45 دقيقه. كيما انا ما سخون 35 دقيقه بالضبط. وما تحلوش الفرن ديالكم على درجه حراره جد منخفضه، انا درتهم على 100 درجه حراره. هنا بعد ما طابوا لي وبردوا خليتهم في الثلاجه، ندير عليهم لو سوكر رو كيما راكم تشوفوا. هنا كانت بردت لي لا كريم بيان، ويعني عاودت شدت روحها كي بردت. مع الاول ما تخلعكمش تكون سايله شويه، وبعد لو فيكو تجمد لا كريم تبرد سابو تقدروا تتحكموا فيها. ونبداو نحرقوها على بها يطول الحال الكريمه المحروقه لا كريم برولي، يعني لو سوكري دو لا كريم برولي سي بيان كو لا كويسون. لازم تعصوها مليح في الطياب، ما ديباسيوش الوقت تاعها، لو كان ديباسي الوقت ديالها تنشف ويبقى غير صفر البيض وما توليش هكا كون تيكستور كريموز كوم سوسي هكا. ما كريم برولي اي بريت، تقدم بارده. شوفوا لا تيكستور كيفاش خرجت لي، تيكستور كريموز. لا ريسيت تاع نهار اليوم رانا كملناها، ان شاء الله تجربوها والى اللقاء.